عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة كده عند حسين هنشوف التشكيلة اللي عنده، وبصراحة عنده شغل جديد النهاردة. شايفين الجلاليب دي؟ عنده جلاليب حلوة، في جلاليب اهي الصغيرة ديت، في حاجات كانت مول ب60، حاجات ب100 110، مش كله، كل حاجة ولها سعرها. زي ما انتم شايفين دي اللي هي من الجلاليب اللي هي بتاع العبايات للزلات، زي الزلات كده. كان عنده عبايات حلوة ب110. شايفين الاشكال؟ في اشكال كتير، يعني انت كل ما بتقلبي كل ما تلاقي اشكال مختلفه. اما بقيه الاشكال اللي زي ما انتم شايفين كده، في حاجات عنده ب100، حاجات ب110، حاجات ب120، حاجات ب60، حاجات ب50، مش كله، كل حاجه ولها سعرها. بقيه الشغل مع بعض كده، العبايه دي كانت ب50 جنيه، كان في عبايات تانية كتير. كان عنده تشكيله عبايات زي ما انتم شايفين كده، كان عنده قماش حلو قوي ب25 جنيه، وقماش ب40 جنيه. شايفين الاشكال دي كلها؟ يعني احنا بنقلب مع بعض كده وهنشوف اشكال تانية كتير. في حاجات متقفله كلها على بعضيها، وفي حاجات انت ممكن تاخديها تقفليها، وفي بقى حتت بقى مقصوصه زي ما انتم شايفين كده. اللي بصراحه كان فعبة الشغل مع بعض كده زي ما انتم شايفين، حلوه قوي الفوشه دي والكحلي واللي هو معلقها ده. في حاجات ب120، حاجات ب110، في حاجات على ابيض. انتم شايفينه ده المتر بتاعه كان ب25 جنيه، ينفع ازدالات حلوه قوي زي ما انتم شايفين. كل الالوانات في الموف والاحمر والبرتقال، كل العبايات اللي بقت المعروضه ديت كل حاجه ولها سعرها، 110 120، في حاجات ب60. ده في سكوس كان بول المتر ب40 جنيه بس حلو، وكانت في سادة برضك بيبيع المتر ب40 جنيه، وكانت في المشجر بيبيعه ب25 جنيه. يعني في عنده اسعار مختلفة بصراحة، عنده تشكيلة حلوة حلوة اوي. الاصفر دي جميلة. افرد لنا بقى، هنشوف بقية القماش الموجود عنده. بكام الكارو ده يا حسين؟ وش يا مدام، بص الخامه الله اكبر عليه، اوعى. حلو ده شتوي. بص الشغل الله اكبر عليه. بكام؟ ده ب70 المتر. ب70 ابو 150 يا حاجه. ب70 ده كله فين؟ عند حسين. مدام هنا كازيون اهو. فوق ثلاث شكلات يا مدام. حلو قوي ومشته تقيله قوي. والكحل اللي جنبه ده ايه ده؟ ده رب ده ولا ايه؟ رب ايه ده؟ مش الرب بقى. امال ايه؟ ده الباتيستا اللي طالع جديد ده. اسمه ايه؟ سي واي. اسمه سي واي. سي واي سي واي يا حاجه اهي. بكام يا حسين؟ بكام؟ ده ب40؟ سي واي ب40 سي. والزيتي وال والزيتي ده القمصان شغال، قمصان اهو والشميزات. بكام؟ ده ب60. ده ب60. والزيتي اللي جنبه؟ والزيتي ده ب55. 55 وعندك القماشه دي. ايوه ده المتر ب40. من هنا بكام بقى؟ بص الخامه دي ب40 جنيه عرض 180. المتر ب40 يا حاجه. كازيوني يا حاجه. حلو قوي. وش اهو يا مدام اهو. بص لنا بص لنا. بص الخامه عرض 180 اهو، شغال عبايات ونكدر الساد في استهلاك. حلو قوي ما شاء الله. اهو. امال اللي من هنا ده بكام؟ ب50؟ انهي واحد؟ من هنا ب50؟ ده المشجر ده بص كده. ده عاملين عليه عرض 25، اي متر هنا 25. 25؟ بص الشغل ده. اهو. كروه كروه اهو. حلو قوي ده ب25. وش يا مدام. بعيد. والله بعيد. بص الخامة بقى، بص الشغل بالستيل لوحدها اهي. حلو قوي ده ده ب25 يا حسين؟ تبع العرض. حلو والله ب25 ما شاء الله. الشغل حلو قوي ده ب25، مشيتها طرية على فكرة. ده كله 25. آخر شوية بنكزن عليهم يلا هم. مفيش أضعاف السكوت ده. افرد ده كده يا حسين. افرد ده. ده المتر ده ب 50 جنيه المتر. ده المتر ب 50. ده فسكوس قطن 100%. ده وشوش بقى، بص وش عبايه. وشوش عبايه؟ المتر بتاعه ب 50 جنيه. الواناتها كلها اهي موجوده، ده كله المتر بتاعها، اي متر ب 50 جنيه. خش على السرير دي يا مدام. شايفين الشكل ده كله فين؟ عند حسين اهو ما شاء الله. شايفين الاشكال دي كلها اهي؟ ده كله فين؟ عند حسين. ده 25 يا حسين برضك؟ ده السنة ده ب 40. ده ب 40؟ حلو قوي ده. متر بقى المتر بتاعه ب 40 جنيه. وفي ورا هنا بكام؟ ورا هنا مش كله. كام المتر دي؟ 25. حلو ده ب 25. حلو قوي ده ب 25 جنيه، ومشيتها طرية على فكرة. دي يجي 3 متر على بعض. 25. دي حتت فسفوزة اهي، 25 جنيه. شايفين الحاجات دي كلها اهي؟ ده قماش اهو اصفر 25. عنده حاجات حلوه والنهارده. ده كمان ب 25 ما شاء الله. 25. شايفين الحاجات ديت؟ 25 جنيه.
خدنا منك بعض. عنده جلاليب اهيت في 110 و120. وريني السمرة اللي انت الاصفر ده كمان اهي. دي جلاليب قطيفة زي ما انتوا شايفين. الرصاص اللي كانت على رجليها ده اهيت، شايفين عاملة ازاي. بصراحة كان جايب شغل حلو، بس احنا عشان رايحين متأخر في حاجات كتير ما عرفناش نصورها. وهنكمل بقية الفيديو مع بعض كده ونشوف بقية الحاجات اللي موجودة عنده. حلوة اوي الجلاليب دي كلها. جلاليب بقى في الاصفر والاحمر والاخضر، كل حاجة ولها سعرها 110 120. مش كله، في حاجات صغيرة ب60 وب50. حلوة اوي الجلابية البيضة دي اللي انت شايفين دي ب110. ماسها حلو يعني، هي ممكن تقريبا اكس لارج، يعني في حاجات كبيرة وحاجات صغيرة. الفيديو مع بعض كده ونشوف كل اللي قدامكم. دي جلاليب، فالاصفر والزيتي والابيض الوانات مختلفة. في كان في جلاليب صغيرة اوي كتير، كان ببيع الجلابية ب50 جنيه، واللي هي الجلاليب الكبيرة 110 120. جلاليب اهي زي ما انتم شايفين دي جلاليب كرداسة. بصراحة كان عنده جلاليب حلوة اوي، هو عارضها كل حاجة وايه ولها سعرها. وكان عنده قماش حلو اوي، كانت في حاجة عنده حاجات ب40 وحاجات ب60، حاجات ب25، مش كله كل حاجة ولا. كان عنده قماش بالكيلو حلو اوي برضك، ممكن يمشي معاك ترنجات، ترنجات اطفال صغيرة مش كبيرة. حلو اوي الجلابية الفوشة اللي في ايديها دي. لا لا الجلابية شت ماشي شكرا. ما شاء الله عنده شوية شغل حلوة والنهاردة. تنزل فين؟ ده الكيلو ب60 جنيه. ده يتعمل ايه ده؟ ده يتعمل هيكول صح؟ تعمل هيكولات؟ اه حلوة، بس ما شاء الله الخامة بتاعته تقيلة. حلوة ده الأصفر. لو رميتها هنا والبامبا. وده بمبة كمان حلو قوي، ده الكيلو ب60 جنيه. وده كمان جميل ما شاء الله، شايفين الشكل ده؟ ده يتعمل هيكولات حلوة قوي، هفكول يتعمل ما شاء الله الخامة بتاعته تقيلة. حلو قوي الزيتي. شايفين دي ايه؟ مشيتها ناعمة تقيلة. في منه جميع الألوانات، وممكن تتعمل ترنجات على فكرة، ترنجات أطفال. كل ده الكيلو ب60 جنيه. ده كيلو، كيلو ب60 جنيه. شايفين الحاجات دي الكيلو ب60 جنيه. ده المتر بكام ده؟ ده بالكيلو، كيلو ب60 بيقول. هو يتعمل ايه ده؟ شتوي بناطيل، ممكن بناطيل شتوي حاجات اطفال. اه ويتعمل هيكول، ويتعمل هيكول. اه يبقى حلو بقى. ويتعمل المشكله ان هي حاجات صغيره. وريني مع بعض كده زي ما انتم شايفين، ده الكيلو ب60 جنيه. مش معاكي بضاعات، ترنجات اطفال، فساتين قط كده وممكن عليها بالروجينس من فوق. بصراحه عنده كل الالوانات بتاعته، الكشمير حلو والاصفر والاحمر والزيتي. عنده تشكيلة حلوة. الكيلو بتاعه كان ب60 جنيه. يمشي معاكي بناطيل، بس بناطيل كل الحاجات دي بتبقى صغيرة. المتر من ده ب25 جنيه. يلا لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش باللايك والشير. لو اول مرة تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله الاسبوع اللي جاي لو لقيته منزل تشكيلة جديدة هنصورها لكم. حلوة اول ومشا دي كانت المتر ب40 جنيه. السادة كان بيبيع المتر ب40، والمشجر كانت في عنده حاجات غالية وحاجات ايه رخيصة، اللي هي كانت ب25 جنيه زي ما انتم شايفين. ده زي كلفة كده بتتحط على الصدر. الجلاليب كانت المتر ب50، لان البتاع على بعضيها فيها كذا، هي 7 الوانات ولا 8 الوانات. يعني انت بتاخديها تشكليها زي ما انت عاوزة، تحطي كل لون على رسمة الجلابية اللي انت هتعمليها. ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده الاشكال كلها. ده كله فين؟ عند حسين في سوق التلات. نعمل بقية الفيديو كده زي ما انتم شايفين. كل القماش ده حلو، القماشة ب25 جنيه. يمشي معاك الزلات حلوة اوي. دي عباية سودة اهي كانت ب120، حلوة كمان. يعني هو بصراحة كان منزل شغل حلو اوي الاسبوع ده، حاجات حلوة.
والجلابيه الجلاليب اللي عنده اللي هي ب110 وب100 دي جميله قوي، مساتها كده صغير يعني اكس لارج لارج، بس في حاجه وفي حاجات صغيره قوي ممكن 3 سنين 4 سنين يعني. ما شاء الله كان عنده تشكيله حلوه من العبايات، بس هو كان عاوز حد بس يفرد قصادنا الاشكال كلها، لان كان في منه الوانات كتير زي ما انتم شايفين كده. بعد كده زي ما انتم شايفين بقيه الفيديو، وكان بصراحه كان عنده تشكيله عبايات حلوه، وكان في عبايات صغيره قوي، شايفين العبايه ديت جميله، كان بيقول ب50 جنيه، وكان في منها مقاسات صغيره قوي، في مقاسات كبيره، والواناتها كلها حلوه، الوانات كلها فاتحه، الاصفر والاخضر والاحمر وفي الابيض، في بصراحه كان عنده حاجات حلوه كتير. ده كله فين عند حسين، اللي يحب يجيله تنزلي محطته من المصريين، تسالي على بنك نصر اجتماعي، تنزلي السوق، تسيبي الحاره اللي بعد بتاع العصير، خش الحاره اللي على نصيته القهوه، هتلاقي حسين في اخر الشارع كده على ايدك الشمال. حلوه قوي العبايه دي، شايفين شكلها عامل ازاي. والسلام عليكم ورحمه الله.